بداية قصة طفل قاصر لا يتجاوز 13 من العمر مع عالم الإجرام، تصنيف ضمن أخطر المجرمين في السن المبكرة، نزعة قوية حول الهروب المتكرر من السجون، مطاردات، سطو مسلح، وأحداث فيلم هوليودي بقصة حقيقية بطلها مواطن بلجيكي من أصول مغربية. أعجز الأمن في بلجيكا فلاحقته الانتربول وانتهى به الأمر في سجن مشدد الحراسة بالمغرب بعد أن تمكن من الهروب في المرة الأولى من سجن في مدينة وشدة بطريقة مثيرة. من يكون هذا المغربي الذي حير الأمن في بلجيكا؟ ما دوافعه لتنفيذ خطط الهروب المتكرر من السجون؟ وكيف تحول إلى بطل خرافي تلاحقه وسائل الإعلام؟ الأسئلة وأخرى تجيب عنها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم، ولكن قبل الخوض في التفاصيل ندعوكم مشاهدين الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل. إنه المغربي الأصل والبلجيكي الجنسية والمنشأ المدعو أشرف سكاكي، المنتمي إلى أسرة ذات أصول ريفية من مدينة الحصيمة المغربية، والذي ولد بمدينة مالينس البلجيكية في العام 1983. ومن المعروف أن تلك المدينة الواقعة بمقاطعة أنفيرس شمال البلاد ناطقة باللغة الهولندية في المنطقة الفلامانية، ومنذ نعومة أظافره عرف بتصرفات ميزته عن باقي أقرانه تنم عن ذكاء كبير، وفي بعض الأحيان عن جرأة وتهور غير محسوب النتائج. انقطع أشرف عن الدراسة في سن مبكرة واتجه لتنفيذ عمليات السرقة بطرق بسيطة، إلى أن تم القبض عليه من طرف الشرطة البلجيكية في مدينة مالينس بتهم السطو والسرقة واستعمال السلاح. وعلى الرغم من أنه أنكر المنسوب إليه، إلا أن كاميرات المراقبة داخل المتاجر والمحلات التي قامت بسرقتها كانت توثق لذلك، فتمت إدانته بالمنسوب إليه وأرسل إلى إصلاحية على بعد 20 كيلومتر من الحدود مع هولندا وهو لا يتجاوز 13 من العمر. وهنا بدأ مشواره مع الهرب، حيث قام بأول عملية هروب من الإصلاحية حيث كان يقضي مدة سجنه، فتمكن من الهرب بعد مضي سنتين على تواجده هناك وعاد إلى مسقط رأسه، إلا أنه تم القبض عليه وإعادته إلى الإصلاحية ليكمل مدة عقوبته ويغادر الإصلاحية. لكن يبدو أن سنوات تواجده في الإصلاحية لم ترضعه عن السرقة، فمباشرة بعد خروجه قام برفقة مجموعة من أصدقائه بالسطو على العديد من البنوك وسرقتها، فاعتقل مرة أخرى سنة 1999. لكن هذه المرة لم يرسل إلى الإصلاحية، بل تمت محاكمته على أنه شخص بالغ وهو الذي لا يتجاوز 13 من العمر، وتم اقتياده إلى سجن حيث كان من المفترض أن يقضي عقوبة مدتها 8 سنوات. إلا أنه وبعد مضي 3 سنوات على تواجده هنالك تم ضبط مواد غير مشروعة في زنزانته، فتلقى حكما قاسيا بالسجن المؤبد، وكان ذلك ما أجج غضبه وجعله يخطط للهروب مرة أخرى. أشرف أسكاكي الذي تم تشخيص حالته من قبل أحد أطباء علم النفس أثناء محاولة الهروب الأولى من الأصلاحية على أنه مهووس بالهرب، حيث يلبي ذلك نزعة قوية في داخله، عاد ليخطط مرة أخرى وهذه المرة رفقة سجين مغربي آخر هناك. ولتنفيذ ذلك قام بتكسير قضبان قاعة الرياضة داخل سجن تورنوت مستعينين بآلة حادة، وكان ذلك في 9 من شهر سبتمبر من العام 2003، وقد تزامن ذلك مع اليوم الذي قلص فيه القضاء البلجيكي عقوبته إلى الثلث بفضل سلوكه الحسن داخل السجن. وقد كان من قبل قد حصل على هاتف النقال تواصل من خلاله مع أصدقاء له خارج السجن، ركنوا سيارة بداخلها المفاتيح على مقربة من السجن ليسهلوا عليهما الابتعاد عن المكان بسرعة. بعد ذلك اختفى الصديقين لمدة 3 أشهر ليعاود أشرف الظهور قبل أيام على نهاية العام، حيث تعرفت عليه عناصر من الشرطة أثناء توجهه للقاء أحد رجال المافيا المغربية التي تنشط في العديد من الدول الأوروبية،
إضافة إلى المغرب والمعروفة بالماكرومافيا، فتم التبادل لإطلاق النار بينه وبين الشرطة، لكنه تمكن من الفرار واختفى لمدة، ثم عاد لينفذ عمليات سطو مماثلة لسابقتها على البنوك رفقة مجموعة من أصدقائه، حيث كانوا يستهدفون البنوك الصغرى التي لا تتمتع بنظام أمني قوي. واستمر على ذلك المنوال إلى أن تم القبض عليه في العام 2008 أثناء حضوره أحد الحفلات بهولندا. وبالنظر لكونه أصبح معروفا بهروبه المتكرر، فقد عملت السلطات في بلجيكا على ترحيله بين الفينة والأخرى بين السجون لكي لا يتمكن من دراسة مداخل ومخارج السجن ويعيد الكرة مرة أخرى، إلى أن استقر به الحال في سجن بروج. فماذا سيفعل هذه المرة للهروب؟ اعتمد أشرف هذه المرة على خطط مستوحاة من فيلم هوليودي محبوك القصة ومدروس التفاصيل بدقة متناهية، بعد أن تعرف داخل السجن على مغربيين آخرين مسجونين هناك وهما محمد الجوهري وعبد الحق ملول. ولتنفيذ تلك الخطة المذهلة فقد كانوا على تواصل بشخص مغربي رابع يدعى الحسين الهدوشي. وبناء على الخطة الموضوعة فقد قام الأخير رفقة صديقة محمد الجوهري، وهي شابة بلجيكية تبلغ من العمر 24 سنة وتدعى ليسلي ديكرس، باستئجار مروحية بدعوى رغبتها في القيام بجولة سياحية بالمدينة قبل أن يجبر الطيار على الهبوط في ساحة السجن تحت التهديد بالسلاح. وبالفعل وفي مشهد هوليودي تمكن أشرف ومرافقيه من الصعود إلى الطائرة بنجاح، وبعد الخروج من هناك استولوا على سيارة كانت تقودها امرأة بالمنطقة، كما عثروا داخلها على مبلغ 10,000 يورو، وتوجهوا على الفور إلى هولندا لتصبح المجموعة مصنفة ضمن خانة أخطر المجرمين المطلوبين على لائحة الانتربول، كما صدرت في حقهم أحكام بالسجن تتراوح ما بين 7 إلى 30 سنة من أجل تهمة السرقة باستعمال العنف بالسلاح. وبعد أيام قاموا بسطو المسلح على 3 بنوك، حيث حصلوا في الإجمالي على مبلغ كبير من المال. ولكن هذه المرة وللإفلات من الوقوع في قبضة الشرطة البلجيكية مرة أخرى، فقد قررت الثلاثة السفر إلى المغرب. فقامت صديقة محمد الجوهري المدعوة ليسي ديكرس بشراء تذاكر السفر عبر القطار إلى إسبانيا ل4 أشخاص، لكنهم تراجعوا في آخر المطاف وقرروا التوجه إلى إسبانيا باستعمال السيارة ووثائق مزورة، فيما ألقت الشرطة البلجيكية القبض على المدعو عبد الحق ملول بمنزل شقيقه ببلجيكا بتاريخ 2 غشت من العام 2010. ولكن ما غاب عنهم هو أن السلطات البلجيكية والأنتربول كانت قد أصدرت مذكرة بحث عالمية في حقهم، كما نسقت مع السلطات في المغرب، والتي فور تلقيها المذكرة شرعت في الاستعداد للقبض عليهم، حيث كلفت عناصر من الشرطة بمراقبة منازل عائلات وأصدقاء المطلوبين، لأن أول شيء سيفعلونه مع قدومهم إلى المغرب هو الذهاب إلى هناك. وبعد دخولهم إلى التراب المغربي باستعمال وثائق وجوازات سفر مزورة، فقد ألقت الشرطة المغربية القبض على المدعو محمد الجوهري بعد توجهه إلى منزل أحد أقربائه بمدينة بركان، في حين فر أشرف السكاكي إلى منطقة جبال العروي الوعرة في اتجاه مدينة الحسيمة داخل سيارة خاصة. وخلال مطاردة الشرطة له أصيب بعد أن صدمت سيارته بسيارة أخرى، فكانت تلك الإصابة التي سهلت الوصول إليه واعتقاله بمدينة وجدة. وبعد التحقيق معه بحضور ممثل عن السلطات البلجيكية، فقد اعترف أشرف بكل المنسوب إليه من عمليات السرقة وسطو المسلح على البنوك وعمليات أخرى غير مشروعة، وبذلك تم إيداعه في سجن المدينة. لكن هل ستكون هذه هي النهاية ويكف عن الهروب؟ بالطبع لا. فخلال تواجده بسجن مدينة وجدة شرق المغرب، بدأ أشرف بالتخطيط مرة أخرى للهروب، معتمدا على خطة أقل ما يمكن أن توصف به أنها خرافية وغير معقولة. فبالتنسيق مع صديقته التي حلت بالمغرب قبل 3 أشهر خصيصا لأجله،
والتي كانت أثناء زيارتها له داخل السجن منتحلة شخصية قريبة له من مدينة الناظور تمده بأقراص خاصة تساعده على فقدان الوزن بحوالي 10 كيلوغرامات خلال كل أسبوع، وذلك لتسهيل الوصول إلى مستوى كبير من النحافة لكي يتمكن من الاختباء داخل حقيبة السفر الخاصة بصديقته دون تعب وعناء، إضافة إلى أنه كان يقوم بتمارين الرياضة بشكل يومي تساعده على ذلك، حيث تمكنت صديقته من إدخال الحقيبة المجرورة خلال الزيارة فاختبأ أشرف داخلها، ثم ساعدها أحد النزلاء لإخراجها، ومباشرة بعد ذلك استقل سيارة أجرة من مدينة وجدة في اتجاه مدينة الناظور بهدف مغادرة التراب الوطني عبر البحر أو الجو. وبعد اكتشاف الأمر انطلقت عمليات البحث المكثف من طرف السلطات المغربية إلى أن تم بالفعل القبض عليهما بمدينة تشارانا الواقعة تحت نفوذ إقليم الناظور، حيث كان يقيمان داخل منزل أحد أقرباء الفتى. وبعد البحث والتحقيق اتضح للشرطة تورط 4 أشخاص في العملية، وهم المتهم أشرف سكاكي وصديقته البلجيكية ذات الأصول المغربية وشقيقه والنازل المتورط الرابع الذي ساعد في إخراج الحقيبة، حيث أحيلوا جميعا على العدالة. وبعد استكمال البحث والتحقيق معهم من أجل الفرار من السجن والمساعدة والتزوير فقد تمت محاكمتهم جميعا، أما أشرف فقد نقل إلى أحد السجون الأكثر حراسة بالمغرب وهو سجن مدينة سلا، وذلك سنة 2016. لكن أشرف لم يستسلم وحاول الهروب مرة أخرى من سجن مدينة سلا بمساعدة إحدى العصابات التي تنشط في تجارة الأسلحة والمواد غير المشروعة. وفي اتصال هاتفي لصحيفة بلجيكية مع أشرف سكاكي من وراء قضبان سجن سلا بالمغرب فقد قال ملك الهروب كما يلقب: يمكنني الهروب من السجن ولكنني لا أريد. كما أشارت الصحيفة إلى أنه وبعد مدة سيمكنه الحصول على الإفراج المشروط.